الكاتب هو الراعد من إدارة المركبات العامة 1216. أعلن انشقاقي أنا ومجموعة من رفاقي عن الجيش الأسدي المجرم وانضمامنا إلى كتيبة الناصر صلاح الدين التابعة للجيش السوري الحر في القطاع الشمالي الغربي درعا البطلة، معاهدين الله عز وجل الدفاع عن شعبنا الأعزل في مواجهة آلة القتل الأسدية. والسلام على حماة الديار، والذل والعار على حماة بشار.